اجري يا عمر، اجري 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 اجري. كيف معلوم خشوا
اهو الجراي هنا اهو. السلام عليكم شعب السودان، ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه، ربنا يحفظكم اينما تكونوا. فبالله تعالى ما وصلت هنا خذ يدك على الشير، خذ يدك على اللايك، اشترك في القناه واسل الفيديو دي لكل المجموعات اللي عندك. خلي الشعب تفرح، خلي الناس تفرح بشغل ابنائهم اللي هم شغالين داخلا داخل السودان اقصد وغري السودان، وفاتكن الجماعه في الميديا وفي الميدان. التحيه لشعب السودان الاوفياء. قبل ما نمشي للشعب السوداني خلينا نعزي انفسنا ولكل اسره سودانيه فقدت فرد من افراد العائله، نقول يا اخي ربنا يرحم شهدانا وشفاء عاجل للجرحى والمصابين وعوده حميده للمفقودين، و نقول ربنا يفك اسر المعسورين. صراحه الجيش السوداني هو الموقف العملياتي بالنسبه لقواتنا المسلحه وقواتنا المشتركه دائما في تقدم ودائما انتصارات متتاليه في الميدان، وبنشكر كل انسان سوداني ثوري كنداكا حمام امر الوطن بالذات شفاعه لندن لكم التحيه. ودي دليل واضح جدا ان ابناء الشعب السوداني الان كلهم متوحدين على قلب رجل واحد، واقفين على قدم وساق وملتفين خلف قواتهم المسلحه وقواتهم المشتركه دي ما دار اثنين يتخالطوا فيها، وشايفين الامل الميداني وشايفين الامل اللي في الميديا. صراحه الشاب او النشطاء وكل انسان سوداني هم عمر الوطن صراحه في تقدم كبير جدا، وشايفين القحط او التغزم بعد ما انتهوا من المؤتمر الصحفي بتاعتهم الفاشل اللي كان عملوها، ونسوا بانه يا اخي ابناء الشعب السوداني موجودين في كل دول العالم، وكانوا في انتظارهم بعد ما طلوا فلقوا الودي برا حاجه تاني خالص، واضطروا بقوا او ما في طريقه يطلعوا، فاتصلوا بالبوليس وبعد افراد الامن علشان يحموهم من الشعب السوداني. وده دليل واضح جدا انه الشعب السوداني هو كله الان واقف مع قواته المسلحة او نقدر نقول اللي هو التغزم او التقدم او ميليشيا ده اللي دقله، ما في زول معاه. كل الشعب السوداني الان ملتف حول قواته المسلحة وقواته المشتركه، يعني شايفين الان يعني حتى اللي في افكار اللي كان عندهم بانه يا اخي يقدروا يمرروا خطاباتهم، يقدروا يعملوا مؤتمراتهم في دول بعيدة من الشعب السوداني، لكن نسوا بأن أبناء الشعب السوداني والشرفاء موجودين في كل مكان. فإذا مشيتوا لأقصى دولة في العالم عملتوا المؤتمر هناك بتلقوا الشعب السوداني واقف في وجهكم، وده دليل واضح جدا. أنا ما أعرف بعد ده كله إنتوا هل عندكم رغبة لو سلموكم له ذاته أدوكم شغل ده في طبق من الذهب قال لكم شيلوه دايرينه يعني؟ فالشعب ما دايركم، فما في لكم طريقة الا والارض ده تتفتح وتبلعكم، يعني ما في لكم مكان في الارض عشان تقعدوا تقدروا تستمروا في نزاعكم اللي انتم ماشيين فيها، لانه الشعب السوداني اصلا ما عنده لكم حاجه. واذا كان انتم لسه مصرين الا تحكموا وانتم تكونوا قاعدين برا هنا، وانا ما اعرف هتحكموا منو، لكن الشعب السوداني هو فوت قواته المسلحه، الشعب السوداني فوت الجيش السوداني، الشعب السوداني فوت الاخوه المشتركه بانه هو اللي يدير السودان الان، وده دليل واضح جدا ان قواتنا المسلحه وقواتنا المشتركه في انتصارات متتاليه، والشعب السوداني منتصر ومتقدم في كافه المحاور زي ما قلنا في الميديا وفي الميدان وفي الواقع وفي المواقع. فيا خحت رساله كانت واضحه جدا، فانا ما اعرف هتطلعوا كيف بعد ده وهتقابلوا المجتمع السوداني كيف في هنا، انه يا اخي كل الشعب السوداني الان واقف ضدكم بعد كل مصرين بانه يا اخي دارين تحكم السودان. الشعب السوداني يعرف بانه يا اخي الموضوع ده ما منكم انتوا، فانتوا ذاتكم معسورين وضاغطين عليكم. طالما انتوا سودانيين تعالوا يا اخي اعلنوا للشعب السوداني والروم بالحاسه ان احنا ضاغطيننا، ان احنا ماسكيننا من ودننا، ان احنا عاصريننا. قولوا الكلام ده، الشعب السوداني هو قادر بانه يقدر يفككم من الورطه اللي انتوا فيه ده. لو ما شعب السودان فككم ما في زول تاني يفككم، وإن شاء الله قواتنا المسلحة متقدمة ومنتصرة وقواتنا المشتركة وكل الشعب السوداني منتصرين بإذن الله
فاذا وصلت لحد هنا فبالله يدق على الشير، يدق على اللايك، اشترك في القناه، وصل الفيديو ده لكل المجموعات اللي عندها، خلي الشعب السوداني تفرح، خليني نتنبج فيهم شويه لانه صراحه يستحقوا يعني. فدمتم ودام سوداننا بألف خير، محباتي لكم، بألف سلامه، باي باي.